بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. كل يوم الحقيقة وبنسمع كلام كتير جدا جدا فيما يخص بيتسو موسيماني. مرة يقول لك جدد، مرة يقول لك ما جددش، مرة يقول لك مش عارف إيه اللي حصل، أصله كلام. طب معلش ثانية واحدة، خليكم معايا ثانية واحدة بس كده عشان مهم جدا. انا قلت لهم يجيبوا لي ورده، جابوا لي ورده طبعا حمراء زي ما حضراتكم شايفين. الورده الحمراء هنعملها بس زي بتاعه الورده زي بتاعه زمان، اللي هو ايه، ايام ليلى مراد والكلام الحلو ده. جدد ما جددش، موسيماني جدد، موسيماني ما جددش، لغايه لما نوصل لاخر ورقه. طب احتواء، طب ما فيش احتواء، طب الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا مش يعني هنخلص الورد كله النهارده انا عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوعين. موضوع موسيماني، والله الورده دي فكره لطيفه جدا، يعني الموضوعين دول مهمين جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل الاهلاويه. الموضوع الاول هو موسيماني جدد ولا ما جددش، زي ما قلت لحضراتكم كده نمسك الورده ونقعد نقول جدد ما جددش، جدد ما جددش. وموقعين كبيرين، موقعين كبيرين، وعندي صور بس انا مش هعملها دلوقتي، مش هحطها دلوقتي عشان تبقى بس الامور واضحه لكل الناس. انا هتكلم بشكل عام الاول، او النهارده هتكلم بشكل عام علشان نعرف هو ايه اللي بيحصل مع النادي الاهلي. موقعين كبيرين من اسبوعين، واحد من الموقعين دول كتب ايه؟ من مصدر مسؤول داخل النادي الاهلي، موسيماني لم يجدد، او انا اسف، موسيماني جدد عقده مع النادي الاهلي. النهارده او امبارح نفس الموقع ونفس المصدر المسؤول قال العكس، ده في احد المواقع. طيب موقع تاني من شهر قال العكس برضو، قال ايه؟ قال موسيماني لم ولن يجدد مع النادي الاهلي، والنهارده قال ان موسيماني جدد وخلص، على الرغم من ده حصل، لا ده حصل ولا ده حصل. طيب خليني اضع امام الجميع، خليني اضع امام الجميع بعض الحقائق. ايه هي الحقائق؟ وليس تكهنات وليست مصادر. ما ينفعش مواقع لها اسمها والتاريخيه وكبيره جدا وتقول من اسبوعين ان موسيماني جدد وترجع النهارده تقول موسيماني ما جددش. وبعدين ما ينفعش مواقع تانية تقول موسيماني اصله جدد او ما جددش من اسبوع، وبعدين ترجع تقول النهارده ان هو جدد وخلص وعمل كل حاجه.